الطعام الصحي ونظام التغذية الذي يتبعه الناس يتحكمان بصحتهم وربما بأعمارهم. دراسة حديثة كشفتها مجلة نيتشر فود تقول إن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يطيل حياة الإنسان نحو 10 سنوات. فما هو هذا النظام الغذائي؟ أطلق الباحثون عليه اسم النظام الغذائي لطول العمر، ويتألف من الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة وكميات معتدلة من الأسماك. وتوصل الباحثون إلى أن الرجال والنساء الذين تجاوزت أعمارهم 40 عاماً وانتقلوا من الطعام غير الصحي إلى اتباع توصيات النظام الغذائي الصحي كسبوا ما يقرب من 9 سنوات في متوسط أعمارهم المتوقعة. وبحسب الدراسة فإن الذين تخلصوا من المشروبات السكرية واللحوم المصنعة ربما يكسبون 10 سنوات إضافية إلى متوسط أعمارهم. حتى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً ما زال بإمكانهم بحسب الباحثين إطالة متوسط أعمارهم إذا قاموا بتغيير نمط طعامهم إلى نظام الطعام الصحي.